وللتعليق عبر سكايب ينضم الينا استاذ محمد ربيع عطيه الباحث في الشان التركي. استاذ محمد ارحب بك. مرحبا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اذا في البدايه، ما تاثير هذا الاتفاق على تحركات تركيا في منطقه شرق المتوسط؟ يعني في الواقع هذا الاتفاق ينسف كل الطموحات التركيه في شرق المتوسط، واهم هذه الطموحات هو الاتفاق بين تركيا وليبيا حول ترسيم حدود بحريه في انتهاك دولي لقواعد القانون الدولي. ايضا هذا الاتفاق يعطي شرعيه اكبر للجزر اليونانيه، خاصه وان يعني تركيا كانت تسعى بعدم الاعتراف بحق هذه الجزر في المياه، او في ان يكون لها حدود او ان تعتبر ضمن مناطق ترسيم الحدود، وكانت ترى ان الجزر ليست لها اي حدود او لا تعتبر من ضمن الحدود. كل هذه الامور تعد صفعه جديده. ايضا هذا الامر او الاتفاق الجديد بين اليونان وبين ايطاليا يعد يعني دليل دولي جديد على وجهه نظر اوروبيه بدات تتبلور الان، وتوحد اوروبي حول المواقف التركيه في المنطقه وخاصه من غاز المتوسط. ايضا هذا الاتفاق ربما يتبعه كثير جدا من الدلالات، واهم هذه الدلالات هو تقديمه في القريب يعني الى الامم المتحده، وتطبيق هذا الاعتراف يؤكد عدم شرعيه اي اعترافات اخرى. ايضا يجب ان نشير في هذا الصدد ان اليونان الان بدات تسعى في تنفيذ او في اتجاه الاتفاق مع مصر حول الترسيم النهائي للحدود، نعم، والاعتراف بهذه الحدود. ايضا كل هذه الامور تقطع الطموح او الحلم التركي في الاستغلال مياه المتوسط وفي السيطره عليها. حينما تضع هذه الاوراق في الامم المتحده الان، تركيا او يحق لاي دوله ان تحرك دعوات لمجلس الامن، نعم، بان تركيا لم تعد لها يعني مصداقيه او انها تسعى لعدم الاستقرار في المنطقه. حتى الاتفاقيه التي وقعت عليها تركيا وليبيا لم تلقى قبولا دوليا او لم يجد لها دعما دوليا. هذا الموقف الجديد بين اليونان وايطاليا، نعم، يؤكد ان تركيا بدات الان تغرد بمفردها. بدنا الان يعني صراحه نشفق على الشعب التركي جراء افعال نظامها الذي جعله الان يعيش حاله من العزله في المجتمع الدولي. صحيح. وبات المجتمع الدولي يرفض هذه السياسات. ولكن هناك امر اخر على رفض هذه السياسات استاذ محمد، وهو اللهجه اليونانيه والتلويح ربما بالتحرك عسكريا ضد تركيا. اذا كيف تبعت التصريحات اليونانيه الاخيره؟ يعني في الواقع اليونان يعني ربما يكون طفح الكيل من افعال النظام التركي، وخاصه انه منذ اكثر من عام او عامين تقريبا تتحدث مع النظام التركي بان هذه الافعال او ان هذه المناوشات التي تقوم بها تركيا ليست قانونيه، وان افعال تركيا في البحر المتوسط ليست تركيا. الان نشاهد تركيا وهي تنقب في المياه القبرصيه في انتهاك صارف للقانون الدولي بحجه انها تدافع عن حقوق القبارصه الاتراك، مع الاشاره او التاكيد ان فكره القبارصه الاتراك او قبرص الشماليه كما تسميها تركيا، الدوله الوحيده التي تعترف بوجودها هي تركيا، وسبب النزاع او الازمه في قبرص او في جزيره قبرص هي تركيا بسبب دعم القبارصه الاتراك او الاعتراف بهذه الحقوق. الان تركيا باتت تؤجج صراعات في المنطقه، وبات الجميع ينظر لها على انها دوله ليس فقط راعيه للارهاب، بل انها دوله باتت غير يعني داعمه لعدم الاستقرار الدولي، وانها تؤدي الى تاجيج صراعات بدءا من الصراع في او التدخل في الازمه في الشمال السوري، و يعني الغزو للشمال السوري، نعم، مرورا بليبيا واليمن وغيرها من المواقف التركيه التي، نعم، بدات تزعج المجتمع الدولي. حتى التنقيب في البحر المتوسط الذي لقي برفض دولي وعدم قبول واهتمام دولي هو ضربه، يعني هو ضربه الان بهذه الاتفاقيات وبهذه التهديدات، نعم، العسكريه. بدنا ندرك ان تركيا ليست موجوده الان على الساحه الدوليه بالتأكيد. وانها، نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا. محمد ربيع عديه الباحث المتخصص في الشان التركي كنت ضيفي عبر سكايب، شكرا لك.